باذن الله احنا متظاهرين هنا في الميدان، وان شاء الله لازم نرجع ميداننا، ميداننا الرئيسي، ميدان التحرير، ميدان ثوره 25 يناير، لازم ناخده من البلطجيه. ورد فعلنا باذن الله لازم ننزله، هيبقى من الرابعه العدويه لميدان التحرير، لازم ننزل ميدان التحرير، ولازم يطلع الرئيس محمد مرسي لحكم مصر تاني. بص حضرتك، العنف اللي حصل امبارح في جميع انحاء الجمهوريه معروف من الدولة العميقة، اللي هو النظام السابق اللي حاول يرجع الفريق او عبد الفتاح السيسي بالانقلاب اللي عمله، ولكن فشل بخروج 32 مليون في الشارع يرفض الانقلاب العسكري اللي عمله. هو عارف، كان فاكر ان البلد رجعت زي ايام المخلوع حسني مبارك، بالضرب وبالعنف وبامن الدولة ممكن ارجع الدولة بتاعته تاني. اشهد اشهد يا الله، اشهد اشهد يا الله، شرعك هو اللي اختارنا. المطالب اتحققت، بس الاخوان لسه مطالبهم هم لسه ما اتحققتش. مطالبهم الدم والشرعيه، واحنا مطالبنا روح حريه، عداله اجتماعيه، هي دي مطالبنا من اول الثوره ما بدات، من اول 25 يناير. والعالم كله اتكلم على الموضوع دوت، يعني عايزين نحقق دي للناس كلها، عايزين كل مصري ياخد حقه. مش عايزين عنف، مكروه العنف، مكروه، مش عايزين عنف، يعني عايزين نعيش في سلام. وهم ليهم برضو حاجات تتقضي لهم، واحنا لينا حاجات تتقضي لنا وخلاص. يعني هم برضو يمسكوا زي ما احنا نمسك، هم يمسكوا، ما نقولش لا نتلاشاهم كلهم، لا هم كتار برضو وكلنا مصريين.